بس هلا بدنا نشرح الفيديو عن راحة الأفكار اللي قبله، بس كل الأحوال دبروا حالكم. بي إكس تساوي إكس بالأس 4 ناقص 2 إكس مكعب زائد 4 إكس زائد 1. هذا المقدار الجميل بدنا نقسمه على شقد، بدنا نقسمه على إكس مربع ناقص 1، تمام؟ بدنا نوجد الباقي. خليك معي، راح أسأل حالي السؤال التالي: هذا البولان أو هذا المقسوم، مقسوم عليه هذا من أي درجة؟ الدرجة الثانية، فلازم يكون باقي من أي درجة؟ ما اتفقنا من الدرجة الأولى أو صفر من الدرجة الأولى أنا بعتبر. يعني هذا راح ينكتب أ إكس زائد بي. في عندي كم مجهول هون؟ في عندي كم مجهول؟ مجهولين، بدهم كم معادلة؟ معادلتين. طيب أنا إكس مربع ناقص 1 فيني أكتبه بطريقة ثانية. مين هو إكس مربع ناقص 1؟ هو أزش لك مطابقة. برافو عليك. اشتغلت عبد الله والله آخر 3 أسئلة. خير شو صار؟ هو اكس ناقص واحد، الاكس مربع ناقص واحد هو اكس ناقص واحد في اكس زائد واحد. هلا صار تقريبا هدول من اي درجه؟ مثل التمارين قبلها، من اي درجه؟ الدرجه الاولى. هلا صار فيني اتعامل معهم بالدرجه الاولى. تعال نعوض هون ناقص واحد، لو عوضتهم بناقص واحد تعال نشوف. يعني مو هون اكس تساوي زائد واحد، بيجي بقول اكس زائد واحد، شوف مثل التمارين اللي قبله، شو بنحط هون؟ اكس ناقص واحد، نعوض ناقص واحد. ناقص واحد بالأس 4 واحد، ناقص واحد للتكعيب ناقص واحد ضرب اثنين ضرب ناقص اثنين اثنين، ناقص واحد ضرب 4 ناقص 4 زائد واحد. شو بيعطيني هذا الكلام؟ شو بيعطيني هون؟ بيعطيني صفر، صح؟ معناته أنا استنتجت أول استنتاج، استنتجت أول شيء. ليش هيك؟ استنتجت أول شيء إنه لو قسمت هذا المقدار الجميل على إكس زائد واحد شو راح يكون الباقي؟ صفر. اتفقنا؟ يعني بين ناقص واحد شقد؟ صفر. حد عنده اعتراض؟ بين ناقص واحد شقد؟ صفر. طيب تعال ناخذ ب زائد واحد، على اعتبار اكس ناقص واحد تساوي الصفر، معناتها اكس تساوي الواحد، تعال ناخذ ب الواحد. تعال نجرب. واحد بالاس 4 واحد، واحد للتكعيب واحد ضرب 2 ناقص 2 زائد 4 زائد 1. شو بيطلع معي هون؟ بيطلع معي ناقص 1، بيطلع معي 4. وبالتالي هلا